النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية أسبوع موفق نتمناها للجميع، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: استقرار على الطقس بعدما شهدت المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الأحد، وطقس مائل للحرارة وارتفاعات على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، واستمرار للرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم المتوسطة والعالية، تخللتها بعض الغيوم الركامية. عملت هذه الغيوم على هطول بعض زخات الأمطار الرعدية العشوائية والمتفرقة في عموم مناطق المملكة، هي ناتجة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي. لكن خلال الأيام القادمة اعتبارا من يوم الاثنين تنحسر هذه الحالة ويعود الطقس للاستقرار مجددا في عموم المناطق. نذهب الآن وإياكم إلى خرائط توزيع حبات الرياح من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء، حيث يلاحظ استمرار لهبوب الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار خلال ساعات النهار يوم الاثنين خاصة، حيث تترافق مع حبات نوعا ما نشطة كما ذكرنا تعمل على إثارة الأتربة والغبار وتدني قليل في مدى الرؤية الأفقية. لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء والأربعاء تتراجع شدة هذه الرياح الشرقية، لكن مع استمرار لهبوبها بشكل خفيف. هذه الرياح تعمل أيضا على ارتفاع على درجات الحرارة، وسبب هذه الرياح هو امتداد لمنخفض البحر الأحمر في عموم منطقة بلاد الشام. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس غائم جزئي مع 18 درجة مئوية ونشاط في سرعة الرياح الشرقية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الاثنين يعود الطقس للاستقرار، لكن ترتفع درجات الحرارة ليصبح الطقس مائلا للحرارة 29 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 20 يوم الثلاثاء 30 إلى 20، ونفس الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء 30 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية. بهذا ننهي نشاطنا، إلى اللقاء.